السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي ندير لكم واحد الفيديو وغنحاول نذكروا به شي وحدين لا نساو، غنحاول نذكروا إخوان ديالنا المصريين اللي خارجين دابا كيقول لك علاش قسيتوا علينا ب6-0. غنذكروهم في الماضي وغنقول لهم السبب القساوة ديالنا عليكم 6، وحنا راه في حقيقة ما قسيناش عليكم، راه كان خصنا نعطيكم 10 ولا شي 12 بيت. نذكركم بالماضي القريب شنو كنتو كتقولوا، غادي تشوفوا الاعلام ديالكم شنو كان كيهاجم المغرب. واش نسيتوا اشنو خرجت الصحافه المصريه كتقول في نهائي كاس افريقيا للامم للشبان؟ اليوم غنقترح لكم خوتي هذا الفيديو، الله يجازيكم بخير لما قلبوا لي هذيك اللايك واش خدامه ولا ما خدامهش، وشوفوا لي داك الجرس حركوه شوفوا واش كيخدم ولا ما كيخدمش. المهم، الهدف من هذا الفيديو هو نشر الوعي باش خوتنا المغاربه اللي باقين غافلين وباقي داك الريح اللي جا كيديهم كيسمعوا مصريين كيقول لك حنا نحبو ديك الكلمات الحب عندهم كدايره، ديك الكلمات المعسوله ديالهم، يعرفوها بانها زائفه وانها كذوب. يفهموا مزيان بان راه اللي ما عندوش خير في بلاده. واش انت مصري وتجي تقول لي انا كنحب المغرب وتلبس التوني ديال المغرب؟ بالله عليك اشرح عليا. يعني كتلبس البارح التوني ديال المغرب وكتهلل على المغرب، ودابا بعد المغرب ربحكم خرجتوا كتبكيو، كتبكيو بلا دموع. هادوك المغاربه المصريين كلهم كيقلبوا على حاجه وحده، راه عارفه يطلع المشاهدات ديالو. حنا ما خصناش نبقاو نطيحوا في هذاك الفخ، وما خصناش نتسرخوا على الهويه ديالنا ونعتزوا ونفتخروا بالانتماء الجغرافي والعرقي والديني ديالنا. اما هذوك المصريين اللي كيجيو يلبس لك التوني ويقول لك انا عايز انا بحب، هذوك كلهم كيقلبوا على المشاهدات ولا تصنف وكيستغلوكم نتوما. والدليل انتوما غتسمعوه دابا، شوفوا شنو كانوا كيقولوا من بعد ما المنتخب المغربي للشبان ربح كاس افريقيا. كل شيء خرج كيبكي وكيشكي وكيقول لك حق القزع شرينا والقرع جاري لاكاف وشرينا الحكام وداك الزوزوليك الضربه اللي ضربوا حقه راه غير تزحلع، وشي كيقول لك لا ما خصهاش الحمراء ولا ربيطنا حسبش الوقت الضائع والقيام. وشتو اللعابه ديالهم وشنو داروا في التيران؟ انا ما عرفتش اخوتي المغاربه واش عندكم الذاكره ديال السمكه تنساو بالزربه، ويجي واحد يطلع مع ميسر يقول لي خويا حقا حبوك حنا كنحبوك وخسرتو نتوما ولا خسرنا حنا بحال بحال. المهم، اللي مطلوب منكم بارطاجيو هذا على اوسع نطاق باش توصل وتعم الفائده وكل شيء يفهم وكل شيء وعى، وما تبقاوش تيقوا وفيقوا وعيقوا. يلا فرجه ممتعه. تصفيات كاس العالم 2002 في الرباط امام المنتخب المغربي اللي اتغلبنا فيها 1-0 بهدف مصطفى حجي. السلام عليكم، هذا الفيديو في خاطر صحاب خاوه خاوه والعرب خوتنا ومصريين خوتنا. اجي تشوفوا معايا الحقد ديال المصريين على المغرب، الحقد راه قديم بقى ما مسروطاش ليهم السيزو اللي ماركا عليهم حجي في كاس افريقيا. دخل تسمع وتشوف، عم جبت لكم التعاليق ديالهم كاملين المصريين، الاعلام المصري، الاعلام المصري الحاقود. دخل اخويا وتفرج وشوف شكون هما خوتنا. وانا فاكر كويس جدا ان في الوقت ده الكابتن جوهري الله يرحمه طلب من الحكومه المصريه ان هي تصفر معانا شخص لفك السحر. اش غنقول لك اخويا، الله ينعلم يحشي. الله ينعلم يحشي. شخص لفك السحر. يا لا تقول لي يا السحر اصاحبي تا مكا مالك، وكان ديك الساعه ديروا التبخيره ديروا ديروا الخور ديروا الجاوي والفاسوخ يا صلبان، الجاوي يا صلبان على قوة الله أكبر. تديروا الجاوي صلبان وتبخروا الفريق ديالكم. الأستاذ جمال، أنا فاكر كويس جدا كان اسمه جمال. يعني هيقرا عليك بس كده شوية حاجات. بالله عليك ده أنت صحفي ريالي. السعر.
بعد كنتو كديو بعد كنتو كديو كؤوس ديال افريقيا وكاس ديال عصبه الابطال ديال الكره الافريقيه ما كاينش ديك الساعه السحر ما خدمش ديال بطل درتو التباطيل الله يعرف الله عليكم نهائي افريقيا يجب ان يحكمه حكم اسمه حكم كفر لكن حكم بيديك محمود صابر سجل جون عالمي جون عالمي في الدقيقه 9 من بدايه المباراه في الدقيقه 17 ولا 16 داخل على الكره وقاطع الكره حكم ملوش في الكوره وما يفهمش في الكوره ولا اي حاجه والمطلوب هو انهاء هذه المباراه بشكل يعني ايه ينصف صاحب الارض ينصف صاحب الارض وزي ما قال عصام الشوالي مش معقول المصريين يرجعوا بالكاس مرتين في شهر واحد الناس اللي بتفهم كرة يا جماعة تشوف اللقطة دي كويس تمام اي حد بيفهم كرة وبيلعب كرة والحمد لله انا بلعب وفاهم كويس اللاعب داخل على الكرة من البداية تمام الزلزولي بصل كرة فالكرة جت تحت رجل اللاعب فتزحلق كمل على رجل الزلزولي تمام حكم مباراة المنتخب مع المغرب طلع مرتشي قعد مع فوزي لقجع وعشان كده مدرب مصر شاور لهم في المقصورة ان المسرحية تمام يعني فاكرين حكم الفار بتاع ضربة جزاء اطهر الطاهر اللي كانت هتطلع الاهلي بالصدفه هو نفس حكم ماتش النهائي بين الاهلي والوداد واللي ما حسبش ضربه جزاء للاهلي وبالصدفه هو حكم ماتش النهائي اللي طرد محمود صابر منتخب مصر يا برنس الاولمبي النهارده كان بيلعب منتخب المغرب والحكم هو احنا ليه كده كل زمان حكام الافارقه كانوا بيجوا يقعدوا معانا قبل المباراه احنا عايزين ايه انت بتتكلم جد يا كابتن خلاص بقى انت بتقول يا كابتن تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن والله صح بتكلم بجد الحكام الأفارقة ده بيقول نادي الزمالك مش احنا ومش احنا بس احنا وانديه ثانيه كانوا الحكم اول ما يجي عايز يروح بورسعيد اسمع بس اسال بتوع بورسعيد عايز يروح بورسعيد يعمل شوبينج ماشي وبعدين ينزل عايز حاجات ثانيه يشتريها من القاهره ماشي مش عارف عايز ايه حاضر ماشي اهو كويس تمام فيجي بقى تيجي الاجتماع اللي هو بتاع المباراه الاجتماع الفني فانا بقى بصفتي لكابتن النادي فكنت بقعد فهو الحكم يقول لي مباراه مثلا في مصر فيها مثلا 50 60 70 80 الف متفرج بيتفرجوا فانا بقعد اتكلم مع الحكم يقول لي الحكم يقول لي انتوا اللي عايزين ضربه جزاء نديكوا ضربه جزاء مش عارف ايه بس ما يبقى عدي ربع ساعه الاولانيه ما بقاش من بدري